اهلا بكم في قناة منزلي، اتمنى تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هشارككم مجموعة من الادوات الصينية المميزة الحديثة اللي بتهم كل ست بيت. الادوات المنزلية الصينية بقت جزء اساسي من حياة الناس في كل العالم. مع مرور الوقت الصين قدرت ان هي تثبت نفسها كلاعب رئيسي في سوق المنتجات المنزلية، وده بفضل قدرتها الهائلة على التصنيع والابتكار. مش مجرد ان هي بتنتج كميات كبيرة من الحاجات، لكن كمان بتركز على تقديم منتجات بجودة كويسة وسعر مناسب. النهاردة لما تدخل اي بيت صعب ما تلاقيش حاجة مصنوعة في الصين، سواء كانت حاجة بسيطة زي المعالق او الشوك، او حاجات معقدة زي الاجهزة الكهربائية الكبيرة. السر وراء الانتشار ده بيرجع لعدة عوامل. اول حاجة هي السعر. المنتجات الصينية بتتميز ان هي بتقدم قيمة عالية مقابل السعر. الشركات الصينية قدرت ان هي توصل لنقطة توازن ما بين الجودة وما بين التكلفة، وده خلى المنتجات بتاعتها بتنافس بقوة في السوق العالمي. الناس بقت تقدر تشتري حاجات كتير بأسعار معقولة، وده بيساعد في تحسين جودة الحياة من غير ما يدفعوا مبالغ كبيرة. تاني حاجة وهو التنوع. الصين بقت مشهورة بأن هي بتنتج كل حاجة ممكن تتخيلها، من الأواني المنزلية لأدوات المطبخ للأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة. التنوع ده بيخلي الناس دايما بيلاقوا اللي هما محتاجينه مهما كانت احتياجاتهم أو تفضيلاتهم. تالت حاجة وهي التصميم والابتكار. المنتجات الصينية بقت بتركز بشكل كبير قوي على التصميم العصري والابتكار. تلاقي منتجات بأشكال وألوان متنوعة بتناسب كل الأذواق، وكمان بقت الشركات الصينية بتستخدم تكنولوجيا متقدمة في تصنيع منتجاتها، وده بيديها ميزة إضافية في السوق. رابع حاجة وهي التوافر وقطع الغيار. لو عندك منتج صيني وحصل فيه مشكلة تقدر تلاقي قطع الغيار بسهولة. الأسواق مليانة بقطع الغيار بتاعة الأدوات الصينية، وده بيخلي عملية الصيانة والإصلاح أسهل وأرخص. مش بس كده، الصين كمان بقت بتهتم بعملية الاستدامة والبيئة. في الفترة الأخيرة شفنا توجه كبير ناحية تصنيع منتجات صديقة للبيئة، وده بيكون من خلال استخدام مواد معاد تدويرها أو مواد طبيعية أقل ضررا على البيئة. بكل المقاييس الأدوات الصينية بقت خيار ممتاز لكتير من الناس حول العالم بفضل الجودة والسعر والتنوع والابتكار. الصين قدرت تحجز لنفسها مكانة قوية في كل بيت، ومهما كان احتياجك هتلاقي دايما منتج صيني بيناسبك ويحقق توقعاتك. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي أتمنى أن انت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتشارك الفيديو مع أصحابك وقرايبك. ودلوقتي هشارككم مع مجموعة من الأدوات الصينية المميزة جدا، يلا بينا. كمان معانا منظم الاكل ده. المنظم ده تقدر ان انتي ترتبي الاكل من خلاله عن طريق الادوار. طبعا بيكون في فتحات للتهوية، وسهل جدا ان انتي تحطيهم مع فوق بعض كده بشكل منظم، ما ياخدوش معاكي مساحة. طبعا ممكن ده يساعدك داخل المطبخ نفسه، مش شرط بره المطبخ. وكمان ممكن تقدر ان انتي تغسلي فيه الخضار والفاكهة. هوريكم النهاردة قطعة بتدي شكل جمالي وكمان عملي، تقدر ان انتي تداري بيها اي سلوك عندك، وكمان ممكن تستخدميها في تعليق بعض الادوات بتاعتك في المطبخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض في الفيديو. هنشوف الفيديو ده كمان اداة من خلالها بنقدر ان احنا نمسك اي حاجة بتكون سخنة. هي مش اداة واحدة، هي مجموعة من الادوات المختلفة زي ما احنا شايفين. وده كمان منظم للاكل. المنظم ده تقدر ان انت ترتبي الاطباق عليه بحيث ان هي ما تاخدش منك مساحة داخل المطبخ على الرخامة. وده ديسبنسر ممكن تعلقيه في المطبخ عندك وتحطي فيه الخل او الصوصات اللي انت بتحتاجيها اثناء الطعام والطبخ. طبعا ده بيساعدك ان هما يكونوا كلهم منظمين في مكان واحد، وكمان فيه درج للتوابل. ودي قطاعة بتقدر ان انت تستخدميها في تقطيع الخضروات او الفواكه باشكال جديدة. الحاجات دي طبعا بتفتح نفس الاطفال على الاكل وبتكون شكلها حلو سواء للاطفال او للكبار كمان. ومعانا كمان ده شبيه الديسبنسر، بس ده بيستخدم في استخدام اخر. من مميزاته طبعا ان هو بيتلزق على السيراميك، يعني مش بتحتاج ان انت تعلقيه بمسامير. تقدر ان انت تحطي فيه ملابسك الداخلية مثلا، او اي حاجة انت بتكوني محتاجاها في التويلت بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. ومعانا كمان المساحة دي او الموب دي، وهي بتكون عملية لانها بتمتص السوائل بشكل رهيب جدا زي ما احنا ما شايفين.
يعني زي ما شفتوا المساحة نزلت كمية من السائل كبيرة جدا، وهنا وهي بتورينا الفرق ما بينها وما بين بعض المساحات التانية اللي من نفس الشكل، يعني ان دي مثلا لسه بينزل منها سائل مش بتتنشف جيدا. وهنشوف دلوقتي مع بعض الفرق. كلنا طبعا بنكون محتاجين لجودة مساحة كويسة في بيوتنا، لاننا بنحتاج اي حاجة بتمتص المية بسهولة وفي اسرع وقت. وهنشوف دلوقتي مع بعض المساحة دي، بصوا رهيبة جدا في امتصاص السائل، بتمتص كمية كبيرة جدا وبمنتهى السهولة نقدر ان احنا نعصر المساحة دي لحد اخر قطرة فيها، والمساحة تكون جافة تماما ونقدر ان احنا نرجع نستخدمها مرة تانية. ودي فرشة لتوزيع الزيت، الفرشة دي بيكون فيها مكان بتمتص فيه الزيت او الصوص اللي انت هتدهني بيه الاكل، طبعا ده بيساعدك على عدم تسييل الزيت او عدم نظافة المكان، وبكل سهولة تقدر ان انت توزعي المادة الدهنية بتاعتك على الاكل بنظافة بدون اي بهدلة، وممكن كمان تستخدميها في الصوصات. مين فينا مش بيحتاج لاستخدام القربة؟ القربة دي بتكون مفيدة جدا في حالات كتير جدا بنحتاجها فيها، بيكون فيها مكان تقدر ان انت تحطي فيه المية السخنة، ممكن تحطوها على اي مكان في الجسم عشان تريح بعض العضلات او تسكن بعض الالام اللي بنكون حاسين بيها. وطبعا هي بتكون عملية كويسة جدا في اوقات كتير بنكون محتاجينها. والقربة دي بتكون محكمة الغلق، يعني ما تقلقيش من اي تسريب من السائل السخن. ومعانا منظم الأحذية، المنظم ده بيكون عملي جدا، تقدري من خلاله ان انت تنظمي الجزامة بتاعتك، وكمان بتحطي كل شوز منهم على منظم منهم واحد، طبعا ده بيوفر لك مساحة كبيرة جدا جدا في الجزامة، وكمان بيكون الشكل منظم اكتر. ومعانا كمان قطعة الخضروات دي، القطعة دي بتكون عملية جدا وبيكون جاي معاها اكتر من شكل، وقطعة كمان تانية تقدر ان انت تتحكمي فيها في مسكتك لنوع الخضار عشان ما تجرحيش ايديكي. وده منظم دوار، المنظم ده بيكون عملي جدا جدا في الصوصات او الزيوت بتاعتك، تقدر ان انت تحطيه جنبك على المطبخ، هيسهل عليكي جدا ان انت تاخدي اي منتج منهم انت بتكوني محتاجاه على طول. ومعانا كمان المنتج ده، وهو عبارة عن مكيال وميزان في نفس الوقت، يعني تقدري ان انت بالمعلقة تاخدي الكمية اللي انت عاوزاها وفي نفس الوقت تكوني عارفة حجمها قد ايه. وده عبارة عن رول ستيكر، تقدري ان انت تلزقيه مثلا على الازاز بحيث ان محدش يشوفك من خلال الازاز، وكمان بتكون الاشكال بتاعته شيك جدا. هتكلم معاكم عن ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات المنزلية الرائعة دي، طبعا ده بيختلف على حسب البلد اللي انت بتكوني موجودة فيها. في عندك اكتر من اوبشن، مثلا في عندنا موقع زي موقع علي اكسبريس، موقع علي بابا، المواقع دي مواقع صينية وبيكون موجود فيها المنتجات المنزلية دي كلها، وكمان بيكون موجود عند اكتر من بائع، وكل بائع بيكون ليه سعر مختلف عن البائع التاني. فلو انت في بلد متاح لك ان انت تشتري من خلال المواقع دي وانها توصل للبلد بتاعتك بدون ما تدفعي جمارك زيادة، طبعا تقدري ان انت تعملي ده. ولو حابين ان انا اساعدكم من خلال اي منتج انت محتاجاه، تقدري ان انت تقولي لي هو في الدقيقة الكام في الفيديو، وانا هجيب لك اللينك بتاعه من خلال الموقعين دول. وكمان في عندك موقع زي موقع امازون، طبعا موقع امازون معروف وموجود في اكتر من بلد، برضو من خلاله تقدري ان انت تشتري الادوات المنزلية دي. وبالنسبة بقى ان في بعض البلدان بيكون موجود فيها جمارك، فموضوع الجمارك ده طبعا بيخليك ان انت لو هتشتري اي حاجة من موقع برا مصر، الحاجة لما هتيجي توصلك انت هتدفعي بالسعر اللي موجود قدامك على الموقع، بس لما الحاجة تجيلك هنا عند الجمارك، الجمارك بيقيموا قيمة المنتج، وطبعا سعر المنتج بتلاقي ان هو بقى سعره غالي جدا. طيب البدائل بتاعتك ايه؟ البدائل ان انت تدوري على المستوردين او على البائعين اللي بيقدروا ان هم يجيبوا كميات من المنتجات دي وبيبيعوها هنا طبعا بسعر اقل. وهرشح لكم بعض الطرق اللي تقدروا ان انتوا تجيبوا منها المنتجات دي، زي مثلا عندنا في مصر بيكون صعب جدا ان انت تقدري تطلبي المنتجات دي من بره مصر، وان انت تجيبي المنتجات اللي انت عاوزاها، لان هتدفعي عليها جمارك كتير زي ما بلغتكم.
فالحل هنا ان احنا هنشوف مثلا مكان زي النزهة الجديدة، دي بيكون فيها مستوردين كتير جدا بيجيبوا الادوات المنزلية الحديثة اللي احنا بنشوفها كلها على النت، بتكون موجودة هناك في النزهة الجديدة. المحلات هناك بتكون كتير جدا، تقدري ان انت تروحي بنفسك وتختاري المنتجات اللي انت عاوزاها، او تقدري ان انت تدوري على اسامي المحلات وتاخدي الارقام بتاعتهم وتطلبي الاوردر اللي انت عاوزاه وبيوصلك لحد باب البيت. وكمان في عندنا اوبشن تاني، ان بعض المنتجات دي بتكون موجودة على امازون مصر برضو، ده من خلالها تقدري ان انت تطلبي الاوردر على طول يوصلك لحد البيت. وطبعا امازون موقع معروف وموثوق، يعني لو المنتج فيه اي مشكلة او ما عجبكيش تقدري ان انت ترجعه لهم تاني وبتستردي الاموال بتاعتك مرة تانية. وكمان بيكون في بعض الجروبات وبعض الصفحات اللي بيبيعوا الادوات المنزلية دي، برضو بتكون باسعار كويسة. طبعا الاسعار بتاعت التجار والصفحات طبعا الاسعار بتاعتهم بتكون اقل بكتير قوي لو انت فكرتي ان انت تستوردي لنفسك المنتجات دي، لان انت هتدفعي وقتها جمارك وشحن مبالغ كبيرة جدا. فتقدري من خلال الصفحات او الجروبات دي ان انت تقدري تطلبي من خلالهم المنتج اللي انت عاوزاه، ولو كان موجود عندهم هيبلغوكي بالتفاصيل بتاعته، ولو مش موجود ممكن تسأليهم هل يقدروا ان هم يوفروا لك المنتج ده ولا لا. وطبعا احب اكد عليكم ان انتوا الصفحة اللي انتوا هتفكروا تشتروا منها ياريت تكون صفحة موثوقة او عليها ريفيوز كويسة من عملاء تانيين قرروا ان هم يشتروا منهم ولقوا ان التجربة بتاعتهم كويسة، لان في بعض الخامات ساعات بتكون عند بعض الناس بتكون خامات المنتجات نفسها مش كويسة، فبالتالي المنتج بتلاقي ان هو مش صالح للاستخدام اصلا. فارجو ان انت تتحري الدقه من المكان اللي انت هتشتري منه، سواء كان من محل، طبعا انت لو رحتي المحلات بنفسك هتشوفي تقدري ان انت تشوفي المنتجات وتقدري ان انت تقيمي المنتج ده جودته كويسه ولا لا، وتقدري ان انت كمان من خلال الصفحات برضو ان انت تتفقي معاهم انا حابه ان انا اشوف المنتج قبل ما استلمه قبل ما ادفع، لو كان عجبني هدفع المصاريف بتاعته، او ان انت ترفضي الشحن لو الخامه بتاعته ما عجبتكيش وتدفعي مصاريف الشحن بس. اتمنى لو وصلت معايا للجزء ده من الفيديو ان انت تكوني اشتركت معايا في القناة، ولو عجبك الفيديو بتاعي تدوسي على زر اللايك وتستني معايا كل فيديوهات جديدة ان شاء الله، بننزل فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة اللي بتهم كل ست بيت فانها بتنظم وبترتب البيت بتاعها. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من الادوات المنزلية، مع الف سلامة.